السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم حسن علي، والنهارده فيديو جديد وريفيو ساعه سيكو برساج SARX035. والساعه دي واحده من اجمد ساعات سيكو، وان شاء الله في الفيديو ده هتكلم معاكم عن تفاصيل الساعه دي وعن ايه مميزاتها وايه هي عيوبها. واول حاجه حابب اتكلم عنها مواصفات الساعه. الدايمتر بتاع الساعه 40 ملي و8 من عشرة، اما اللاج ويدث 20 ملي، ولاج تو لاج 46 ملي ونص. اما بالنسبه للووتر ريزيستنس ف100 متر، وبالنسبه للموفمنت اللي جوه الساعه فهي 6R15D، باور ريزيرف 50 ساعه، والموفمنت دي بتتحرك ب 3 هرتز في الثانيه، بمعنى ان عقرب الثواني بيدق 6 دقات في الثانيه الواحده. اما تاني حاجه حابب اتكلم عليها في الساعه ديت، الكيس بتاعه الساعه. شكل الكيس خرافي، والفينش في الساعه دي قريب جدا من الفينش بتاع ساعات جراند سيكو اللي هم بيبقوا اغلى من ساعات سيكو بخمس وست وعشر اضعاف كمان. كمان الكيس دي عليها حاجه اسمها دايا شيلد كوتينج، بمعنى ان هم حاطين طبقه حمايه ضد الخدوش. اما الحاجة اللي حابب اتكلم عنها بعد كده فهو الدايل الرهيب دوت. الدايل ده فيه سامبرست افكت، انعكاس الضوء اللي من الدايل دوت بيسموه سامبرست افكت. كمان الدايل السوادي اللي فيه دوت غامق جدا، بيلمع وشكله جميل لدرجة معمول حلو قوي. كمان مميز جدا في الدايل ده الهاندز، وهحاول اظهر لكم الخاصية اللي في الهاندز دي، وهو ان الهاندز في نص بولش بيلمع ونص برشت ما بيلمعش. كمان مميز جدا في الدايل دوت علامات الساعات دي، والديت ويندو هنا هنلاحظ انه عليه فريم فضي. كمان الدايل ده مغطيه سافاير كريستال، السافاير كريستال تقريبا مش متشاف من كتر جودة طبقة الانتي ريفليكتيف كوتينج اللي محطوطة على السافاير كريستال دوت. كمان هنا حابب اتكلم برضو عن الكريستال اللي مغطي الموفمنت. الكريستال اللي مغطي الموفمنت ديت هارد لكس كريستال مش سافاير كريستال، والموفمنت في الساعة دي هي 6R15D، وكمان الموفمنت دي بتتحرك ب 3 هرتز في الثانية، بمعنى انه عقرب الثواني بيتحرك 6 دقات في الثانية الواحدة، والباور ريزيرف في الموفمنت دي 50 ساعة. كمان الموفمنت دي هاكينج وهاند وايندنج، ولكن الموفمنت هنا ما فيهاش فاست ديت تشينج، بمعنى انه الديت بياخد ما بين الساعة 10 والساعة 1 علشان يقلب، بياخد تقريبا 3 ساعات. اما الحاجة اللي حابب اتكلم عنها بعد كده وهي البريسلت. والبريسلت هنا زي ما انتم شايفين يعني اندماجه مع الكيس ممتاز جدا، كمان الكواليتي بتاعته معقولة جدا، ولكن هنا انا حابب اعلق على حاجة، ان انت هتحس في البريسلت ده انه ارخص شوية من البريسلت بتاعت الساعات السويسري. كمان هنلاحظ ان هو في زوايا او تضليع كده في الجزء اللي في النص، وهنلاحظ ان البريسلت متكون من خمس اجزاء، ثلاث اجزاء برشت وجزئين بولشت. كمان من مميزات البريسلت الكلاسب الجميل، والكلاسب ده زي ما انتم هتلاحظوا انه ماشي تماما مع البريسلت، ما فيهوش اي بروز. يعيب الكلاسب ده حاجه واحده، انه ما فيهوش مايكرو ادجستمنت، ولكن شركه سيكو هنا حطت هاف لينكس، بمعنى انه في لينكات كبيره وفي لينكات صغيره، فممكن ظبطه الى حد كبير على مقاسك. ده ريست شوت للساعه وشكلها على ايدي عامل ازاي. ودي كانت نظرتي لساعة سيكو برساج SARX035. أتمنى كنا أديلكم صورة كاملة عن الساعة دي بمميزاتها وعيوبها. وفي الآخر أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تدعموا القناة بأن أنتوا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتستنوني الفيديوهات جاية كتير إن شاء الله. وشكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.